والتأكيد تأكيد على قبض على جميل الشمري والزمرة اللي اشتركت بقتل أبناء، ومحاولة تسويف أو الضغط على المحكمة من قبل الأحزاب حول إصدار قرار ثاني بأنه القرار ذاك انتهى بزمن عادل عبد المهدي. هذا الأمر يسمونه أمر تسويف. بالنسبة لنا احنا عوائل الشهداء الموجودين هنا أمام المحكمة، محكمة ديقار، مطلبنا رئيسي خلي تعرفة كل المؤسسات الحكومية إذا يريدون يتممون تطبيق النظام بالعراق ويدي فرون القانون، أول عملية القانون يصدر بحق المجرمين مو بحقنا، بحق الناس المساكين. هاي يريد يطبق القانون وهو من جانب قاعد هناك على حساب ابني على حساب ابنانه. هذا الأمر ما يصير، هذا الأمر تبعاته كلش خطيرة. طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة حول آخر المستجدات على الساحة العراقية وعبر الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. في جريمة هزت الشارع العراقي حيث قتلت عائلة كاملة بطريقة وحشية في حي المنصور بالعاصمة بغداد. العائلة مكونة من أب وأم وابنة، وهي الناشطة الصيدلانية التي كانت تعالج جرحى ثورة تشرين في ساحة التحرير بالعاصمة بغداد. يذكر بأن الناشطة شيلان دارا رؤوف متخرجة من كلية الصيدلة في بغداد عام 2016 ومن سكان منطقة المنصور، وكانت تعمل صيدلانية بمدينة الطب في بغداد في قسم الأمراض السرطانية. ذكر الناشط في احتجاجات بغداد طارق الحسيني بأن الغرض من الهجوم كان تصفية شيلان. كما قال الناشطة في احتجاجات شعبية مناهضة للطبقة السياسية الحاكمة، وأضاف الحسيني بأن الناشطة شيلان تعرضت للتصفية لإسكات صوتها كما حدث مع عشرات الناشطين الآخرين. هذه رواية الناشط كما يقول أو توقع. جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان العراق أعلن اليوم عن إلقائه القبض على أحد القتلة، وهو أحد أفراد وزارة الداخلية في بغداد في حماية السفارات، أدلى واعترف بقتل العائلة في حي المنصور في العاصمة بغداد اليوم الأربعاء، وراح أشوف التسجيل بعد شوية، باعترافات تخص قيامه بجريمة قتل العائلة المذكورة. اسمه مهدي حسين ناصر مطر من مواليد 84. خلونا نشوف الاعتراف المصور ونرجع لكم. الاسم مهدي حسين ناصر مطر، مواليد 1984، سكن بغداد الحبيبية، دوام وزارة الداخلية حماية السفارات بالتحديد سفارة الروسية. قبل 4 سنوات تعرفت على شخص أبو شيلان، أو هو يعني يمنى من ضمن الدوام تعرفت عليه، فتعرفت عليه قبل يومين، احتاجيت مبلغ مديون، فقعدت يمه، دخلت يمه للشقة قاعدين أنا وياه، فقلت له على هذا المبلغ، فهو رفض، قال ما عندي. من قال ما عندي صار حكي مشادة كلامية أنا وياه، فيمي كانت سكينة ضربتها بالسكينة طعنت وقع، فردت تخلص من الجريمة. بهالأثناء دخلت زوجته، تفاجأت تبكي تاني هماتيا، فهماتيا قامت تصرخ فضربتها طعنتها هماتيا، طعنتها وقعت. من وقعت خبتهم، نظفت المكان، خبتهم من المكان الحمام، ففتحت البوري ماني المي دم،
هالأبناء كانت تجي شيلان، من اجت شيلان شافت الوضع، شافت نور تبكت، فحاولت اهديها، مهدت، ضربتني بالنفاضة، فضربتني بالنفاضة اني ضربتها مرتين على وجهها فوقعت، يمي كانت مخدة ومال مسح، فخليت عليها فقتلت. حاولت اخفي الجريمة، ارتبكت ماكو شي، يعني شو اسوي، وين اروح، وين هاي، فخفيتها ماتن البنية، نظفت المكان، فدورت على الفلوس، جت مبلغ من المال ما اعرف شقد دولار، ما اعرف، المهم حدود 10,000 دولار فوق او اكثر، ما اعرف، عراقي ودولار. فخفت الفلوس، خفت الغراض والموبايلات، اخذتهن والسكاكين، السكينة اللي طعنت بيها مهاتين خذتها، حطيتهن بالكيس وطلعت، قلت وين اروح وين اروح، فطلعت على القناة شمرت الغراض كلهم عندي، بعد ماكو مكان اروح له، قلت خل اروح الحوالي، يعني فكرت اروح لاربيل، خذت سيارة خاصة لاربيل وجيت عن طريق بغداد لاربيل، قعدت احد الفنادق باربيل، فكرت ان اسافر، رحت ثاني يوم، رحت دورت على فيزا تركيا او شيء، هالافلام ما لقيت اني، رجعت للفندق القوا القبض عليه. نعم، يعني القاتل احد افراد وزاره الداخليه ويداوم بحمايه السفارات، يقول انه قبل 4 سنوات صارت علاقه صداقه مع اب المنزل اللي هو دار رؤوف، ظاهر هو كان كذلك يشتغل بالسفاره الروسيه، ورايح لاول البارحه رايد من عنده فلوس، يعني يقول اني مديون وما قبل يعطيني، او قايل له ما عندي. الافندي شال السكينه وذابحه، وذابح زوجته، وبعدين ذابح بنته اللي هي الناشطه شيلان دارا رؤوف. هذا عنصر في وزاره الداخليه. وتخيل معي عزيزي المشاهد انه يفعل جريمته، هذه الجريمه البشعه، وبعد ذلك يطلع من المنصور ويروح يذب ادوات الجريمه بالنهار، وراها يركب ويوصل الاربيل. يعني كم سيطره مر عليها، كم كاميرات المراقبه، اضف الى ذلك لغايه الان وزاره الداخليه في بغداد لا اصدرت بيان ولا ادانت الجريمه والى اخره. يعني يمكن لما يوصل الى اربيل ويتم القاء القبض عليه من قبل جهاز مكافحه الارهاب التابع لكردستان العراق، يمكن يطلع وتبقى السالفه سكته. طبعا الناشطين، بعض الناشطين شككوا في هذه الروايه وقالوا بان العمليه جرت يعني ليس لوحده، بل هناك اكثر من واحد. واليوم جهاز مكافحه الارهاب في كردستان العراق كشف عن القبض في مدينه اربيل عن 3 متهمين، هذا واحد من عندهم، هذا اللي شفناه بالفيديو، واحد من المتهمين واعترف بهذه الجريمه. هذا يداوم بوزاره الداخليه، وزاره الداخليه اللي تحمي المواطن العراقي، تلفي هيك وجوه وتلفي هيك اشخاص مجرمين. طبعا تباوع على شكله كانه متعاطي، شكله اجرام، يعني هذا مو مال الشرطي، يعني هذا يعني المفروض هذه الهيئه وشكله انه متعاطي، هذا المفروض حتى لا يقبل في وزاره الداخليه. طبعا نتحدث احنا عن بلدان محترمة، مو نتحدث عن العراق بعد العام 2003، لا. ولما نحكي ونقول الميليشيات مسيطرة على وزارات الدولة ومن ضمنها الداخلية والدفاع وغيرها، يقول لك لا، انت شلون دعا تحكي انت على الحكومة وتحكي على الأجهزة الأمنية. احنا ما نعمم الكل، بس نقول هناك سيطرة من قبل هذه الميليشيات
على هذه الوزارات وهي المتنفذة، والله أعلم شنو الرواية الحقيقية ما نعرف. يعني مثل ما قلت لكم كثير من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي شككوا بهذه الرواية أنه يريد فلوس. زين معقولة أنه رايد فلوس مصادقة قبل 4 سنوات وهو مأمن به الشخص ومدخله ببيته ويقول له أريد فلوس ويقول له ما عندي ويقوم يذبح 3 حتى يأخذ هذا المبلغ؟ يعني يعتبر مبلغ بسيط، 10,000 دولار ده يذبح. يقدر مثلا من يطلعون ما موجودين بالبيت يكسر باب الشقة ويبوقن ويمشي، مو فد شغلة غريبة. وإحنا ده نشوف بالأيام الماضية هناك حوادث كثيرة، قبل حوالي أسبوع أو أكثر تم قتل عائلة بأكملها كذلك في بغداد، وهذا دليل على فشل الأجهزة الأمنية. وكذلك هناك عمليات اغتيالات بحق الناشطين وبحق المتظاهرين. فهذه الجريمة كما هي الجرائم السابقة يوضع عليها 1000 علامة استفهام. معنا اتصال محمد من هولندا، تفضل محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك، حياك الله. طبعا نعطي السلام ونعطيكم شعبات سيدة شيران الله يرحمه ويعوض الجنة. الله يرحمه. كان هذا أسلوب عصابات عمر يعني. نعم. ليش ما عيا طهور الجنة؟ مين كردي أفري أسيحي أشوري؟ المهم هو ضدهم. وهي كانت ناشطة، كانت تدعم الثورة ومتظاهرين، كانت تدعمهم تساعدهم. فهي انضمت إلى قائمة الشهداء اللي مثل ما قلت يعني حضرتك وايش يعني شهداء راحت. نعم. راحوا واستشهدوا وحتى الآن ما قبضوا على أي واحد، بس وعود سوف وسوف. بس الكاظم يطلع يقول سوف وسوف، والطاعم مستمرة قتل يعني منطقة أمنية مثل ما ذكرت. يعني شلون يطبون يقتلون يطلعون يعني ماكو كاميرات في المنطقة الأمنية معقولة يعني؟ نعم. الحكومة تعرف هاي الجريمة، تعرف بس ما يقدر يسوي شيء. يعني هي هاي ميليشيات إيران، عصابات إيران. قبل كم يوم عندنا هذا الشاب الرياضي تعرف الله يرحمه، يعني دم بارد قدام أحمد. وهذا أسلوب قتل إيراني، قام يشتغلونه بقتل. إذا كاتم الصوت عشان يقتلون بالذبح والنحل، يعني بنية يقصفونها ويقتلونها ويقطعونها عمر، يعني شوف الحقد اللي داخلها. نعم. والغيظ. طافل تستمر والقتل يستمر، يعني ما توحد الحكومة تسيطر عليهم عمر. نعم. لازم يكون تدخل يعني دولي، يعني عالم لا يشوف هذا قتل والذبح، هذا يشوف لازم يعني هذا ما يصير هيك يعني شعب قتل بدم بارد يعني وبوحشية. ما طول عليكم واشكرك. أني أشكرك أخي محمد من هولندا كان معنا. نرجع نقول إذا هذا عنصر في وزارة الداخلية يعني عنده راتب، يعني راتبه ما يقل بالشهر عن 1,000 دولار وشكله كأنه متعاطي. لو افترضنا جدلا أنه مثل ما قال بأنه هو كان دافع الجريمة، هو يعني صار مشادة كلامية لأنه راد فلوس من الرجل وما طاهية وإلى آخره من اللي سمعنا. يعني هل يعقل أنه نوصل إلى هذه المرحلة، وأنه في أرقى الأحياء في العاصمة بغداد وهناك كثير من المسؤولين يعيشون في هذا الحي، وعلى أساس أنه هناك يعني إجراءات أمنية في العاصمة بغداد وخاصة هذه الأحياء الحساسة، تعرفون تحي المنصور بكثير من المطاعم وفي كثير من الكافيهات، وهناك يعني تردد العوائل على هذه المنطقة، وب 11:30 صارت الجريمة، يعني ب 11:30 في ذلك المكان بالليل، يعني وفي فصل الصيف يعني تلقى الناس رايحة جاية والشرطة تفتر هنا وهناك. يعني مثل ما قلنا ينفذ جريمته ويطلع ويروح يغير ملابسه، ويمكن ثاني يوم هو طالع الصبح إلى ما واصل الأربيل وهناك تم إلقاء القبض عليه. هذا فشل يضاف إلى سجل الفشل المستمر منذ العام 2003 ولغاية الآن في وزارة الداخلية وفي وزارة الدفاع. وهي صراحة ليس كلام طائفي يا جماعة، يعني المسألة أنه اليوم الميليشيات يعاني منها ابن البصرة مثل ما يعاني منها ابن الموصل، هذه حقيقة، هذه حقيقة أصبحت. الميليشيات لا تعود على العراقيين بكافة طوائفهم إلا بالشر والضرر والفساد والقتل، وهذا اللي شفناه، هذا اللي شفناه ونشوفه يوميا اللي دا يصير قتل ودمار وتسليب
ويعني فشل أمني واضح على كافة الأصعدة. يعني أنتوا ناشطين، يروح رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي شغلته بس يزور ذوي المقتول ويقولهم دم يمي والتحقيقات جارية وإلى آخره. وأتحدى إذا طلع قاتل واحد من هؤلاء اللي قتلوا الناشطين في الأيام الماضية، يعني ما يقدر. والدليل على ذلك بأنه عندما أطلقت الصواريخ أو أرادوا يطلقون الصواريخ جماعة ميليشيا حزب الله وتم إلقاء القبض عليهم، ما قدر يوقفهم، ما طولوا يما دقائق، بل قدم اعتذار وقالهم والله أني ما أعرف أنه ذولا تابعين لكم وإلى آخره، وتم يعني تحويلهم إلى أمن الحشد، ما يسمى بأمن الحشد، وفضوا الشغلة. فالأمر يعني صعب على مصطفى الكاظمي وغير مصطفى الكاظمي، صعب جدا عليهم. صباح من بغداد، فضل صباح. السلام عليكم أخ عمر. وعليكم السلام ورحمة الله. طبعا هاي وصمة عار، هاي الجريمة وصمة عار تضاف إلى يعني اللي موجود بوزارة الداخلية كوزير داخلية وأبو الشؤون وأبو الاستخبارات وكل القادة الموجودين بوزارة الداخلية وحتى رئيس الوزراء. يعني هاي وصمة عار هاي الجريمة أحد منتسبي وزارة الداخلية، وإحنا أكثر من مرة قلنا أن وزارة الداخلية الأغلبية اللي بيهم ناس تابعين إلى لو صدري، لو من جماعة فتح، لو من جماعة بدر، لو من جماعة حزب الدعوة، لازم عنده انتماء حزبي مهما يكون، سواء مفوض أو منتسب أو ضابط أو أمر فوج أو قائد أو غيره، لازم عنده ظهر مسنود مين من الميليشيات والأحزاب في سبيل يبقى بالمنصب. وحتى أي خطأ يقوم به مثل هاي الجرائم اللي صارت، هذا الحزب والميليشيا راح تسنده. هذا المنتسب وزارة الداخلية المفروض هو اللي يحمي المواطن ويوفر الأمان لهم، هو إذا حاميها حراميها. فشنو إجراء وزير الداخلية أو أبو الاستخبارات؟ ماكو أي إجراء ضدهم. والدليل أن الجرائم السابقة من اغتيالات من 2003 لحد الآن، إحنا صارت الطائفية نعرف من كان يقتل بزمن الطائفية بال 2005 و6 هم جيش المهدي، وبعدين صار انشقاق في جيش المهدي، صار عصائب وسرايا سلام. فاللي قتله مآلاف مؤلفة من أبناء السنة الأبرياء على اسم عثمان أو أبو بكر أو غيرها، على أسماء وعلى الهوية وعلى السنة وغيرها، هذول هم كلهم هسه حاليا منطوين تحت رئاسة الوزراء ويحملون باجات رئاسة الوزراء. الحشد المقدس اللي يسموه هو حشد ميليشياوي تابعين إلى رئاسة الوزراء، وعدهم باجات ومخولين بحمل السلاح، وماكو أحد يقدر يحاسبهم لأن هم السلطة الأعلى من وزارة الدفاع والداخلية. يعني السيطرات الموجودة ضمن القواطع بغداد ما تقدر تحاسب أبو حزب الله أو أبو السرايا، يعتبر هذا مجاهد وهذا عنده حصانة أكبر من حصانة المنتسب. وشفنا إحنا هاي الجرائم اللي صارت، الاغتيالات في جنوب العراق، وين رئيس الوزراء وشنو اللي قدم المجرمين اللي اغتالهم ذول الناشطين السياسيين؟ ما قدم ولا واحد. هشام الهاشمي قبل فترة انطوى الملف مالته التحقيقي ضد مجهول، واحنا نعرف ان من الصد للميليشيات هشام الهاشمي قام يحكي على الميليشيات خلوه بالزائد وتم تصفيته لان قام يطعن بالحشد الولائي وغيره. فرئيس الوزراء وزير الداخلية وأبو الاستخبارات وأبو الدفاع كلهم يعرفون أن الميليشيات الحشد هي اللي جاي يقتل بالمتظاهرين، بل وحتى الناس أهلنا بالجنوب يعرفون اللي جاي يقتلهم مو تنظيم قاعدة أو تنظيم داعش، اللي جاي يقتلهم هو الحشد الولائي، لأن يطالبون بإسقاط الحكومة ويطالبون بمحاسبة الفاسدين، وهم كل قادتهم فاسدين ومشتركين بهذه الدماء الأبرياء. سيد صباح، يعني رب قائل يقول بأنه يعني أكثر الدول أمانا تحدث فيها جرائم مثل هذه الجريمة، ولكن يعني إحنا من العام 2003 ولغاية الآن، وخاصة يعني بالفترات الأخيرة، ده نتحدث عن الجرائم، عن الجرائم اللي يعني تاخذ طابع بانه الغايه منها السرقه او يعني الى اخره، يعني دعا تحدث ب متتاليه متكرره لا تتوقف. هل هذا مبرر ام نفسره عجز مستمر للاجهزه الامنيه؟ عجز مستمر للاجهزه الامنيه وغياب القانون. لو اكو رادع وقانون حقيقي حاسب كل مجرم سواء من الغربية أو سواء من الجنوب أو من الشمال، يعني أنا لو أعرف أكو قانون يحاسبني ما أجي أنفذ هالجرائم.
بس هذا ناس يعني ما عندهم يعني ما عندهم اي مخافه الله ولا عندهم اعتراف بالدوله، ماكو دوله، احنا ما عندنا دوله، كل دول العالم مثل ما تفضلت تصير بها جرائم، لكن خلال 24 ساعه 48 ساعه يتم القاء القبض على الجاني وكاميرات مراقبه، شفنا احنا بتركيا وبالدول الغربيه وغيرها ومصر وبالخليج كلها يتم متابعه الجاني وخلال ساعات او ايام يتم القبض عليه، الا بالعراق لان هو الجاني هو من الدوله، يعني هو الدوله اللي جاني هنا والمجرم واللي يشيل كاتم، يعني المواطن العراقي البريء والمتظاهر ما يقدر يشيل كواتم ومسدسات وعبوات وصواريخ يطلقها على الخضراء او على السفاره وعلى المطار. المواطن ما يقدر يخترق هاي السيطرات الموجوده، بس ابن الحشد ابناء المرجعيه اللي يحجون بالعرض ويدافعون على اعراض المسلمين هم اللي يقتالون هم اللي يقتلون هم اللي يصفون بالكواتم، والشعب كله وعى حاليا، السنه والشيعه والاكراد كلهم وعم ان الحشد الولائي هو هاي الاداه الجريمه، احنا نعرف المجرمين هم تابعين للحشد، لكن مصطفى الكاظمي يقدر يحاسبهم؟ اتحدى اذا قدر يحاسب واحد من عندهم. والدليل مثل ما تفضلتوا بتقريركم على حزب الله واستوى حزب الله. نعم، أنا أشكرك صباح من بدأت كان معنا ماجد من البصرة، تفضل ماجد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الأحزاب أحزاب الشيعية هي التي تقتل المظاهرات. الأحزاب الطائفية اللي جابتها إيران هي التي تقتل بالمظاهرات، والجرائم كلها من تحت الأحزاب الفاشلة الذي لا ترضى الله ولا ترضى رسوله ولا ترضى أهل البيت، هي اللي دعمت إيران دعمتهم. نعم، والله يرحم الشهداء. آمين. والله يرحم كل شهيد قطرة دم سقطت في هذا الوطن الخالي، وإن شاء الله العراق يعود، وندعو إن الله أن يحفظ العراق. آمين يا رب. من هذه الحكم الفاسد، حكم اللي جابت أمريكا وإسرائيل. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا أشكرك ماجد من البصرة. أبو زكريا من كركوك. أبو زكريا تسمعني؟ انقطع اتصال مع أبو زكريا. أبو فيصل من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك أستاذ عمار؟ يا هلا بيك، حياك الله. وكمان تحية لقناة وكادرها الطيب، تحية لثورة تشرين. والله أستاذ هذه الجريمة الجديدة ليست غريبة على عصابة الخضراء، هذه الجريمة اللي اندالها وسمة عار على هذا المجرم، وهذه من إنجازات الكاظمي الفاسد، ونحن المتوقعين الكاظمي، هذه إنجازات، هو الفاسد، هو أتى فاسد بامتياز، والجرائم هي بتخويل من المرجعية ودعم من المرجعية، هذه الجرائم النكرة، مرجعية السيستاني وما يسمى بالكاظمي، فهذا الشخص يعني طلع على قناتكم الموقرة، يعني شخص يعني هذا يتعاطى مخدرات أو يعني عجيبة غريبة، هو هذا من مجندين الكاظمي ومن الزمر، لأنه ما في دولة بالعراق، هي ميليشيات، الصدر يقتل والسيستاني يقتل والحكيم يقتل، ما في دولة، وإذا طول هذا المجرم الكاظم إذا طول بالعراق سوف تشهدون مجازر كثير يرتكبها لأنه دموي ومجرم. وتحية لك. حياك الله أبو فيصل من السعودية كان معنا. أبو زكريا من كركوك يعاود الاتصال، تفضل أبو زكريا. أبو زكريا تسمعني؟ يبدو أنه انقطع اتصال مرة أخرى مع أبو زكريا من كركوك. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. مشاهدينا الكرام، ننوه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة رافدين الفضائية هو 10727، الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات، لذا يرجى من متابعينا الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد.
الله الرحمن الرحيم. شبابنا الثوريين العراقيين الأحرار محتاجين رسامين هنا للمبادرة إنه يرسمون الصور اللي احترقت، صورة كصور هنا هم بالنفق ما له داعي، إذا نصلحها ونرجع حيبة النفق ورسمات الحلوة. هذا اللي نحتاجه، إذا أكو رسامين فقط رسامين ما نحتاجين غير شيء، رسامين ديك حال تجي لساحة التحرير وأنا أتحمل كافة مسؤوليتي. احنا والشباب هنا موجودين والمواد كلها كاملة وما احنا محتاجين اي دعم، محتاجين فقط رسامين فقط. هاي اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. روايه او ما افاد به المركز العراقي لتفريق جرائم الحرب حول هذه الجريمه قال بان قوه اقتحمت منزل الناشطه المغدوره شيلان دار رؤوف في منطقه المنصور غربي بغداد، وقام افراد القوه باغتصاب الناشطه كما قالوا شيلان ثم قتل افراد عائلتها. وقد ذكر المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب بأن الطب الشرعي قال بأنه تم الاعتداء جنسيا على الناشطة قبل قتلها. نعم، طبعا أطلق الناشطون على منصات التواصل الاجتماعي هاشتاج بعنوان شيلان دارة. خلونا نتابع بعض التغريدات حول هذا الهاشتاج وهذه الجريمة البشعة التي تثبت بأن العراق أصبح غابة، أصبح غابة يقتل فيه الناس الأبرياء. شاهو قال أو غرد عشرات الأجهزة الأمنية والعسكرية والاستخباراتية وكاميرات المراقبة في كل المناطق، ورغم ذلك يشعر الإنسان بأن حياته وماله في خطر وهو تحت تهديد محدق ودائم. نعم، كريم قال لأن شيلان دارة لم تضع جسدها في كيس الميليشيات الأسود المفصل للمرأة رغما عنها، ذبحتها سكاكين العقل القبوري في العراق. يقول شيلان مسعفة التحرير تذبح. ذات الحسن قالت شيلان دارة لأرواحكم السلام، ربي ينتقم ممن قتلكم. متى هذه الجرائم بحق الناشطين؟ وأصبحت تطال أهلهم أيضا. الجدير بالذكر بأن هذه الملاك كانت مسعفة في ساحة التحرير. هل للوطنية ثمن يجب علينا دفعه؟ هل كل من لديه حس وطني يجب أن يقتل؟ هل حبنا لوطننا جريمة؟ نعم. علي فرحان قال ما يحتاج لا لجنة تحقيقية ولا بطيخ، الجريمة سياسية بامتياز ولها علاقة بما يجري على الأرض. الرسالة من خلال هذا الفعل الوحشي كلش واضحة مفادها، اللي يفكر يتقرب من الخطوط الحمر بحجة مكافحة الفساد نسوي الدم للركب، هاي أمها وأبوها. نعم. مياسة قالت ألم يخجل قاتلك من عيون تلمع حب وحرية وحياة، أي كان متوحش هذا الذي استطاع بدم بارد إطفاء الحياة في عينيك، لروحك الرحمة شيلان دار العراق يبكيك. علي ثاني قال أحد منفذي جريمة قتل شيلان دارة وعائلتها هو مهدي حسين ناصر، تولد بغداد ويسكن حاليا في القرية اللبنانية في أربيل، تم إلقاء القبض عليه في أربيل من قبل قوة مكافحة الإرهاب وأسايش المدينة، وسيسلم إلى الجهات المعنية القضائية في بغداد. نعم، الله يرحمها ويعوضها الجنة. معنا اتصال ابو زينب من النجف، تفضل ابو زينب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. يعني حقيقه هذا الموضوع بصراحه انسانيا مقزز جدا. نعم.
يعني يهزوا الضمير الانسائي، والا شنو ذنب عائله بلحظات تنطفي؟ ومن حسب ما قرانا وسمعنا من اقرب الناس المقربين لهم هو هذا اللي جايهم، يعني هذا راح بعد ما يخلي كل انسان اي ابو زينب اقرب الناس له. ابو زينب هو مو قريبهم، هو صديق ابوهم على اساس كما يقول، طبعا هو بالشهاده يعني تفاصيل الجريمه ما نعرفها مثل ما استمعنا له، متعرف على الاب قبل 4 سنوات. الشخص القاتل المجرم هو منتسب في وزاره الداخليه ويداوم في حمايه السفارات وبالتحديد في السفاره الروسيه، ليس قريبهم ولكن يعرف ابوهم كما قال هو طبعا. نعم والله احنا يعني على اخبار يعني شفناها على الانترنت بانه اقربائهم او كذا على كل هذا. لا هو اعترف يعني طلعناه في بدايه الحلقه. نعم اذا كان يعني اذا كان قريب ولا كان صديق او كذا نعم راح ما يخلي ثقه باي انسان. نعم ما يخلي ثقه باي انسان ان يطرح ثقته بانسان اخر، وهذا ايضا دلاله الضعف الامني. يعني شخص مثل هذا انا اتحقق من عنده زين هو هذا حسب ما تقول انه صديقه او صديق ابوه او كذا، يعني شلون سمح له ان يدخل البيت حسب ما شفنا احنا بتفاصيل بعض نعم بعض اللي طلع على الانترنت وغيره، يعني شو له دخل البيت او راتبات او كذا. فانا يعني ما مساله هي طبعا بعاتق وزاره الداخليه، ولكن هناك ايضا نقطة، يعني احنا لازم نكون منصفين، يعني ما ممكن انه انت انه وزارة الداخلية تتوزع على البيوت كلها، يعني صعبة جدا. نعم. فعلى كل انه هذا راح مثل ما يقول يمنع. نعم. أنا أشكرك أبو زينب من النجف، يبدو أنه انقطع اتصال. رسالة من فاتن من ألمانيا تقول السلام عليكم قناة الرافدين، الله يرحم شيلان ووالديها، وين الحكومة وين الكاظمي، حسبي الله ونعم الوكيل. أبو زكريا يقول الله يرحم الناشطة الكردية شيلان، والله ينطي الصبر والسلوان لذويها، ويقول لعنة الله على هيج دولة عصابات. أبو زكريا نعم. خلونا نروح على موضوع آخر، هو موضوع ظاهرة تحرش الميليشيات بالنساء إن كان في الموصل أو غير الموصل. يعني صدعوا روسنا بأنهم حماة الأعراض، وإحنا كل فترة نشوف فيديو مصور، يعني هم يصورون ما خايفين، يقول لك إحنا فوق القانون وما حد يحاسبنا. شفنا كم حالات تحرش بأطفال وبنساء وحتى حالات اغتصاب مصورة من قبل هذه الميليشيات، والحكومة ساكتة، بس إذا يعني في أقصى تصريح يقول لك تشوف على تويتر أو على الفيس بيان يقول لك تم تشكيل لجنة تحقيقية بهذه الحادثة، والنتائج اللجنة التحقيقية ما نشوفها. خلونا نشوف المقطع من الموصل ونرجع لكم. شلونك يمه؟ شنو مشكلتك؟ والله مو مشكلتي، قاعد نروح ما خلونا نعمر على السيطره. يا سيطره هاي؟ سيطره الحشد. ايه؟ قاعد يخلطون على النسوان، وحده، ثاني وحده، اللي يشوفونها شابه يفردونها على الكرفان. هذا الفساد العلني. الله اكبر. ها؟ ويقبلونهم على اعراضهم هذا الشيء؟ يقبلون هذا الشيء على اعراضهم؟ يجيبون اللي يسحب الرشاش على النسوان يقعد وحده فوق وحده، وين صايره؟ وين صاير هذا؟ النسيان تسرح ويقلط عليه. المريض ما عاد يقدر، عنده حاله ما عاد يقدر يروح. الله كريم ان شاء الله، ما وصل صوتكم ان شاء الله للوزيره وهي راح تتخذ هذا الاجراء. انتم يا ابو خيامات المحور الخازر هذايا؟ احنا محور الخازر ان شاء الله. شنو بلدنا؟ يخلطون ويتجاوزون. رجعوكم هسه ما خلكم ابدا. رجحوا. هينا يما ان شاء الله يوصل صوتكم، ما يكون خاطركم الا طيب ان شاء الله. لا ما يصير يغلطون. ماشي. حرمه ان شاء الله. ويغلط يغلط. لسانه طويل يغلط. هذا الطلاق. حالات مرضيه ما عبروهم؟ لا لا كل شيء. من يقول له مخيم يقول ديور ديور ديور. ارجع. يا ابو استاذ يقول انت نسوان بلاعب. قولوا احنا بين الخير انا ما لا حالة لا حالة. يقول ليش ما تعطونا ورقتين لنا لو انتم دواعش؟ نعم شفنا هذا جزء من
شهادة النساء في مخيم الخازر في شرقي مدينة الموصل، وكيف يتم يعني التحرش بهن. يقول لك المرأة الكبيرة يهينوها والمرأة الشابة يدخلوها للكرفان، يعني كأنه احنا مثل ما كانوا في بعض الأحيان القوات الأمريكية، وربما يعني أسوأ مع الأسف. مع الأسف أنه هذه قوات تدعي بأنها يعني تحمي أعراض الناس، وهذا المصطلح طبعا ما موجود في كل تاريخ وجيوش العالم. ما سمعنا جيش وما سمعنا مثلا فئة معينة مسلحة ادعت بأنها تحمي أعراض شعبها، بس هذا المشكلة اللي عنده نقص بعرضه، واللي عنده نقص بتفكيره، واللي عنده نقص في كل شيء، يظن بأن كل الناس عندهم هذا النقص. معنا اتصال أبو عمر من بغداد، تفضل أبو عمر. حياك الله أستاذ عمر. حيا ودوم، أهلا وسهلا بك. وحيا الله قناة الرافدين، وحيا الله مشاهدين ومتابعين قناة الرافدين. أهلا وسهلا بك. والرحمة على الشهداء تظاهر، وأيضا الرحمة على شيوخنا العظام، ومنهم الشيخ المجاهد البطل الكبير المرحوم حارث الضاري رحم الله جميعهم، وصلى الله وجميع تشريح جناتهم. نعم. أستاذ عمر، بالنسبة موضوعنا مال اليوم التحرش ميليشيات الوقحة بأخواننا وأهلنا وناسنا في الموصل وفي أي مكان يكونون على بقاع أرض العراقية. نعم. أستاذ، هذه الميليشيات اللي هي مرات إحنا بصورة عامة بغداد يعني من نحكي عليهم الصورة بأنهم ناس ما محترمين بالعراقي، ما مقدمين أمور، يعني يجون دائما نسمع كلام من عندهم، هم دافعوا عن أعراضنا ودافعوا عن قاعنا. طيب، مني الإنسان يدافع عن عرضه ويطلع داعش على ضمع أقوالهم وينظف المنطقة، زين هذا شو يسموه هاي التحرش اللي قاعد يصير على ناسنا وهنا وامهاتنا وقواتنا اللي قاعد يصير في بغداد او في محافظاتنا الكريمه؟ زين هاي الميليشيات اللي ما لها اي رادع، اللي احد يحاسبها لا حكومه الكاظمي ولا اي وزاره من وزارات احد من عندهم صرح وقال هذا العمل الخطا يجب أن محاسبتهم، هم قدام أنظارهم وبعلمهم، لأن هذه غيرتهم من يقولون يتكلمون. أكو في بعض الأمور اللي راحت اللي صارت من المظاهرين من دخلوا قالوا القنفة كسروها وهي إهانة، لأن هاي مو إهانة للشعب العراقي أو خواتنا الباقيات يعتبروها يعني فشي بسيط، هل إنه مطلوبين إحنا لهاي الحكومة ولهاي الميليشيات لأخواننا ولدنا بالسجون، والآن نزالنا قاعد يعني قاعد يستخدمون هذا الأسلوب، هذا الوقح البشع يعني من قبل هاي الميليشيات الوقحة، يعني بعد شيء أكثر من هذا اللي بيدور بالشعب العراقي؟ شيء يردون يوصلون، شيء يردون يوصلون من عندنا؟ يعني إحنا تمنا خلال هاي 14 سنة تهجير وقتل وكل هاي الأمور قاعد تصير، وصلت هيك درجة؟ هذه من الإنسان اللي قاعد يقوم هاي أعمال لا شرف عنده ولا غيره ولا أحد رادعه، هي الحكومة مشجعتهم ودولة رئيس الوزراء وكافة هاي الأحزاب اللي قاعد تسوي هاي الأعمال الإجرامية بحق النساء وبحق الفاجدة العراقية، نقدر نقولها بصورة عامة. يعني هاي أختك، هاي أمك، شلون تفعل هيك أساليب وياهم وهيك تعدي؟ هذه بأي قانون، بأي قانون، بأي قانون موجود اللي ما يتحاسب فيه هذول الأشخاص الميليشيات الوقحة؟ يعني جريمة ضد الإنسانية، جريمة ضد الإنسانية، ما ممكن السكوت عنها، ما ممكن السكوت عنها أستاذ عمر. يعني نعم، بس نقول إنا لله وحسبنا الله ونعم الوكيل بهاي الميليشيات وهاي الأحزاب. نعم. يعني أنا أشكرك أبو عمر من بغداد كان معنا. أبو علي من بغداد، تفضل أبو علي. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. الأبو عندنا مداخلة بس العفو إذا أمكن، يعني ما تقطعون الاتصال. تفضل تفضل، ليش نقطع؟ تفضل. يعني هذا ديدنكم في قناة الرافدين. إذا ديدنا يعني أنت تريد تتجاوز وتريد تسب وتغلط. إذا أنت في مداخلتك
إذا أنت في مداخلتك أنا ليش أقطعها؟ أقطعها على المتجاوز إذا يسب ويغلط، لأن هذا لا خلقنا ولا تربيتنا، ولا نريد نسمع المشاهدين هذا السب والغلط أو الكلام الطائفي. تفضل. بس أنا متأكد أنه تفضل. طبعاً أنا طبعاً المتصل قديماً بقناتكم، وكنت دائماً أتصل وأعبر عن رأيي، وكان دائماً أتصل بكم، لكن وعرضت عليكم مشكلتي، لكن للأسف وكيف تعرضت إلى ظلم في وظيفتي، وتعرضت إلى عقوبة العزل، وتعرضت إلى التعذيب، ومع هذا ما قدرتوا أن تسمعوها باعتبار أنه اعتبرتوا أنه هذه شخصنا. شنو شخصنا؟ وين متصل؟ أبو علي وين متصل أنت؟ يعني شو متصل؟ وأنا كنت من اللي أتصل يومياً كنت، يعني مو أسبوعياً، لا يومياً. وين يومياً؟ هذا مو موضوعنا. وعد ما أجيت إلى عمان في شهر الواحد، وتحديداً يوم 14/1، وحضرت إلى مقر الهيئة في أم السماك، وقابلت الأخ حامد الخزرجي، وحامد الخزرجي طلب من عندي أن أنه أزوده بما عندي من تقارير وما عندي عن أوامر إدارية وزارية بالعقوبة اللي صدرت. أي ماشي، روح عليهم، تعال جاي علينا. أبو علي عليهم، هو طلب من عندي. إيه يعني لا، هو القصد وين واصل هسه؟ احنا كقناة انت مش انت شنو مشكلتك؟ انت شنو مشكلتك ويانا؟ بس طول لي بالك. لما رحت الى حامد الخزرجي وطلبت من عنده، وقال لي ما يخالف، زودنا بما عندك من 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 مظالم من اوامر ادارية وزارية، لكنه رفض. بالحقيقة مش رفض، انت موظف بالدولة. ابو علي انت موظف يعني بالدولة لو وين؟ بس اسمع على كيفك انت، انا معطيك المجال يا اخي. عجيب والله، انا موظف بالدوله. اي شنو لهم علاقه الهيئه تحديدا؟ شو لها علاقه الهيئه بي؟ حقوق الانسان عندكم انتوا اخي، عندكم. اي ماشي شنو علاقتها؟ بس شنو العلاقه بالموضوع؟ الموضوع انه لما غير المفروض انتم تدعون، ما هو انا اسالك انت. ادري، ما تقول لي احنا الجماعه دوله، هم خامه دوله مو الدوله. هو يكذبون على العالم. شلون؟ اعطيني اسمك الكامل. جيب اسمك الكامل. واجب حقوق الانسان. جيب اسمك الكامل. جيب اسمك الكامل. اللي يترأس عبد الحميد. اعطيني اسمك الكامل. الدكتور عبد، شنو واجبك؟ اسمك الكامل شنو؟ انتم تدعون انه انتم تستلمون مظالم المسوي. اسمك الكامل شنو؟ الى الاضطهاد. اسمك الكامل. والى اعطيني اسمك الكامل. والى الاقصاء. انا اعتذر من عندك. اعتذر. مع السلامه. طبعا هذا الشخص اول مره يتصل. انا صار لي بهذا البرنامج وقبل برلمان التحرير 5 سنوات كملت ولا مره اتصل. هاي وحده. ثانيا، انت موظف بالدوله مو موظف بالهيئه. اذا عندك ظلم تروح للدوله اللي انت موظف بيها. قسم حقوق الانسان ناس يوثقون ما يحدث من جرائم في العراق، واللي يقدرون على إمكانياتهم يوزعون مساعدات للنازحين، الحالات المرضية على قد مقدرتهم. هم لا الهلال الأحمر ولا هم منظمة الصحة العالمية، ناس على قد حالها. زين أنت جاي تتهجم، يعني أنت جاي على أساس عبرك يعني تسقط بالناس؟ أنت ما لك حق على الناس. قدروا يساعدوك إذا أنت صادق. طبعا كلامك مو لا منطقي ولا مضبوط. قل لنا اسمك الثلاثي الرباعي. ما قبل يحكي. انت اول ما دخلت تتهجم علينا، عندك مشكلة مع جهة معينة روح عليها، عندك معانا مشكلة تفضل، احنا قناة واحد، وروح على اللي عندك مشكلة معاهم. انت موظف بدولة صار عندك شيء، انا ما لي علاقة. يعني نقدر نطلع مظلوميتك على الشاشة، ليش انت انفصلت من الدوام، شنو اللي تعرضت له، ممكن هذا نقدر نساعدك به. اما امور ثانيه هذا ما لنا علاقه فيها. على كل حال، وصلنا الى نهايه هذه الحلقه اعزائي المشاهدين. شكرا لكم والى اللقاء باذن الله.